صباح الخير متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال نهار اليوم. نبدأ نشرتنا بتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة الإفطار، حيث تتفرق الغيوم 32 درجة مئوية، الملموسة 30، الرطوبة منخفضة، أما الرياح تكون جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع إفطار جيد بشكل عام بسبب هذه الظروف الجوية. أقصد الإفطار في الخارج سيكون جيد بسبب هذه الظروف الجوية المناسبة. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأ بالمنطقة الشمالية، أجواء غير مستقرة في سكاكا 32 إلى 20، أيضا عرعر زخات العديد من الأمطار 32 إلى 19، وتبوك طقس صافي 34 إلى 21 درجة مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة أيضا أجواء غير مستقرة، زخات العديد من الأمطار، رياح نشطة وأتربة مثارة 36 إلى 25، جدة 30 إلى 29، مكة المكرمة زخات العديد من الأمطار قد تكون غزيرة 37 إلى 29، أما الطائف زخات العديد من الأمطار 27 إلى 19 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية أيضا أجواء غير مستقرة بشكل عام، أبها والباحة زخات رعدي من الأمطار تسجل أبها 25 إلى 17، أما الباحة 22 إلى 16، وجازان طقس غائم جزئي 36 إلى 29 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 33 إلى 26، حفر الباطن زخات من الأمطار 34 إلى 23، والإحساء تفرق لبعض الغيوم 35 إلى 25 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الوسطى، أيضا أجواء غير مستقرة بشكل عام، الرياض 32 إلى 25 مع زخات من الأمطار، بريدة زخات رعدي من الأمطار 29 إلى 22، وحائل زخات رعدي من الأمطار 27 إلى 18 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.